لو الحكاية فيها إن فيديو. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة ما زال القمر معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد الحمل ان هم ما يسيبوش نفسهم للأفكار السوداء والأفكار التشاؤمية تسيطر عليهم ويعني تلتهم خيالهم. يحاولوا يخرجوا من الدائرة المغلقة دي، وان شاء الله بعد الساعة 3:15 الدنيا هتتحسن كتير معاهم، وممكن يكون عندهم أوقات رائعة عاطفيا واجتماعيا.